اللي حصل امبارح ابراهيم انا هعتبره كانه ما حصلش. يلا قوم غير هدومك وجيب كتبك عشان هتقعد معانا في البيت. الاسبوعين اللي فاضلين دول اهم حاجه فيهم تركز كويس قوي. بعد كده بقى دور على حقوقك زي ما انت عايز. اتفضل. ابراهيم ابن خالكو حماده هيقعد معانا هنا طول فتره الامتحانات، وانتوا طبعا خلصتوا امتحانات، يبقى لازم نقف جنبه ونساعده ونوفر له الجو المناسب عشان يذاكر، ان دي اخر سنه بالنسبه له. اوكي اوكي يا سلام، ربنا يبارك لك وربنا يسترك ويديك على قد نيتك. ربنا يخليك يا ماما. لو عاوزني الخص لك اي حاجه يا ابراهيم انا تحت امرك. شكرا قوي يا هشام. هي النقطه دي بتاعت مين؟ دي كانت اوضه انكل حماده.